كتسولني على 15 حالة وباز والناس كتقول ممكن خصهم اي واحد عنده الحق يقول اللي بغى بيفسر امور كيف ما بغى فيما يخصني فيما يخص صحتي فيما يخص فكري فيما يخص التحليلات ديالي. عندي بغى يضرب بابهم بالكرة يشوطي يماهم شغلو اللي بغى يحللهم يحللهم يبغى يناقش ناقش كل واحد وحريته الاخر. انا قلت واحد الكلام هذه كنظن 15 يوم ولا 10 يوم ما عقلتش فوقاش بالضبط انطلاقا من الاحصائيات الرسميه ديال وزاره الصحه ما اخترعت حتى شي حاجه من عندي. ايش ديال الاحصاءات ديال وزاره الصحه؟ هي 100 كيقولوها كل نهار ما فهمتش انا عيت ما نفسر لكم. وبدا كيقولوا كاين 8000 حاله متراكمه ماشي كاين 8000 حاله اليوم من النهار اللي بدينا حتى النهار اللي انا دابا كنجي معكم كالونات كنا كانت 8000 حاله من 8000 حاله 7000 تعالجت كاين هذه ولا كان مخربق؟ دابا هادو اللي تعالجوا مرضى وما بقاوش مرضى ولا كانوا مرضى ولا كتحسبهم فين كتحسبهم هادو كيتعالجوا ما عندك ما تعالج فيهم سهل داو مشاو تكركبوا مع الدروج ضعنوا كيقولوا مع الاسف بان كاين شي 200 وزياده باين لحقنا بهم مسلمين توفوا هذا تحسبهم في الناس اللي مرضى ولا في الناس اللي مشاو ولا كان توفوا لا وإذا 8000 حيتي 7000 وحيتي 200 وزياده كتبقى 600 700 هاد 700 وإذا حنا ما كنشوفوهمش حنا ما كنشوفوهمش معنا هما الناس كي سون اسيمبتوماتيك هما قالوها كيقول لك حنا فتحنا واحد الفرع في بن قرير فتحنا واحد الفرع في بن سليمان فتحنا واحد الفرع في القصر الكبير ولا في العرايش فتحنا واحد الفرع ما نعرف في النواحي ديال وجده ولا ديال الناظور جبنا الناس ديال المليلية وديناهم هما كيقولوها ماشي حنا هما كيقولوها وزارة الصحة اللي كتقولها اليوم شكون اللي هو مريض شكون اللي مريض اللي في المستشفى اللي هو مريض في المستشفى دابا وزارة الصحة ما قالتليناش انا اليوم درت 200 ديال التحليلات ولا 500 تحليلات سبت بانه 480 لاباس عليهم و20 حاملين الفيروس هذا نوع ديال الاحصائيات ديرهم لينا هكا ونتكلموا معها من هادو غادي نقول هاد ال20 اللي حاملين الفيروس شكون اللي هما مرض شكون اللي خليتي عندك في المستشفى واش ديت عليه وشكون اللي قلتي له سير لدارك ونعاس وشرب فيتامين سي وما تخمم في والو وخلي هادشي يدوز وإذا داز لك 14 يوم وما وقع لك والو معناها راه قتلت الفيروس وترجع نديرو لك التحليل باش نعطيوك الشهادة السلبية ما قالوا ليناش يقولوا لينا هادشي ديروا هكا أنا وإذا شفت الناس بن سليمان كتلعب الكرة ما أنا ماشي مرض حاملين الفيروس شيء مريض شي واحد اخر ما كيف ما هادي زعما ما عرفت ما قدرتش نفسرها لان مفسره الراسه كاين اللي صحيح فهمتي ضربوا بونيه وبركله وينوض يبدا يخلف بحال اللي ما وقع له والو وكاين غير تغوت عليه يسخف لك دابا هاد الناس انت كتقول حاملين الفيروس بشحال من واحد عرض ديالو قويه كخصك تداه داواه في المستشفى فقط النهار اللي كنت كندوي هنا كانوا فيه 15 حالة ديال الناس في المستشفى وأربعة ديال الحالات في الكوما معنى أن ديك 15 حالة ديال المستشفى يمكن لينا نتغلبوا عليهم وديك الأربعة ديال الحالات اللي كاينين في الكوما نطلبوا الله يعاوننا ولا من هنايا الغدا في الصباح يوقع شي معجزه او لا يبان شي دواء باش يمكن لنا نساعدهم هذا اللي كاين كنقول اودي ما يمكنش تخلي 35 مليون ديال المغاربه مشدود عليهم في الديور لان عندك 15 ديال الحالات اما كيمكن لك تعالج 15 ديال الحالات قولها لينا واذا دابا انت ما يمكنك تعالج حتى حاله وكتبغي نبقاو في ديوركم او نخلي ضربكم
لان ممكن ليش ينعالج الفيروس يقول علينا، ولكن مابقاوش نقولوا العبقريه المغرب العظمه ضد السر ضد العالم حتى انا بري نوبل عندنا الدرجه الاولى حنا من المخيرين وانت ما عندكش تتشف كتعالج او ما كتعالجش. اولا بدا كتقول انا ما كنعالجش الفيروس ديال كورونا او لا كنعالجو بحال هذاك ديال مارسي بالدواء فلان فلاني فلان فلاني فلان فلاني. حنا قول لينا هاد الناس انت عندك في المستشفى في الفراش باش كتعالجهم وباش خرجتهم، لان المنظمه الصحه العالميه راه كطلبك كتقول لك انا تقول لي اش عطيته من الدواء وعطيني التطورات اليوميه باش الاحصاء العالمي هو اللي يعطيهم الاتجاه الصحيح ديال محاربه الفيروس. هادشي اللي كاين هذا عمر ما كنتش كنعرف غادي نخلق واحد الضجه، لان في المغرب غير بدا تحتي فمك خلقت الضجه، لان ما نعرف ما زعما نبغي يحكموا علينا فريمون الكمامه هو الشعار اللي خصنا الرمز ديال المغرب تكون هي الكمامه. الكمامه ربط فمك وسكت، ما يمكنناش نربطو فمنا، خصنا نتناقشوا. جميع الدول عندهم لجان كتناقش مع الناس في التلفزيون في المواقع في الندوات، وبنادم كتبدل الراي باش نعرفوا شنو نديروا شنو ما نديروش. واحد الوقيته كانوا كيقولوا لنا الفيروس كيطير في السماء، كيطير كيتشدوا الشراجم عليكم شدوا الشراجم كيطير في السماء، فهمتي؟ من بعد كيقول لك لا، هادو دابا كاين اللي كيقول لك هاد لي سامبتوماتيك، هادو اللي عندهم الفيروس ولكن الاعراض ديال الفيروس ما دايره ما بيناش فيهم، هادوك ما كيمكن لهمش يؤديوا الاخرين، يمكن هي يمكن لا. بما انه المنظمات الصحه العموميه ما قالتش لا، معنى يمكن يكون اياه، ولا يمكن يكون اياه خصهم يتشدوا عليهم، ولا خصهم يترقبوا، خصهم يخرجوش، هذه لا نقاش فيها. فريتما يقولوا لنا لا الرسمي. الاتجاه هو انه هذوك ما كي عاديوش، ولكن ما تحد ما قال القرار الصحي او العلمي الصادق واللي لا نقاش فيه هو الحامل الفيروس ما كيعاديش، اللي عنده اللي مريض الاعراض هي اللي كتعادي، باقي ما قالوهاش. دونك هذوك الناس اللي عندهم الفيروس كيبقاو في المراكز في حد بن سليمان، كيبقاو في ديورهم، كيبقاو في كاين هما وعائلتهم، حتى كيدوز الفيروس. انا كنت كنظن انا في دولة، انا كنت كنظن كندوي مع المثقفين ماشي كندوي مع 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 استغفر الله العظيم. كنت غادي نقول في جامعه الفنانه، الجامعه الفنانه هذوك راه عباقره وفنانه كبار، مع الاسف حنا اللي ماشي في المستوى ديالهم. ما كنتش كنعرف كندوي مع هرملو، هذا كندوي مع شحاوله، كندوي مع فما اللي كيسخن البر من الحمام، كندوي مع الناس اللي كيفكروا. فهمتي كنت كنظن بان اي واحد تحترم نفسه غادي يقول من نعيمه ظلمناها دخلوا المرض الحبس، ان كانت فيروس كورونا ما كاينش دخل لما كان الحبس. دابا تصور ما معناتها هذه، هذا هو تشير بالحجر. انا كنت غادي نقول له ودي بما انه زيان بقى برا كان خصنا من نعيمه تبقى برا، بس ما كنتش كنظن بان المرجع هي من نعيمه اللي قال لا خاصو يدخل الحبس. كاين هتلر كان كيديرها، ستالين فهمتي، ستالين صدام حسين غير كنظن شي كان في شي دوار وشي دري داز حدا الكورتاج، والكورتاج اضطر يحصر يفريني بجهد، مشى كنظن عدم الدوار كله ولا شي حاجه بحال هكا. فهمتي ما عرفت كيفاش نفسر لكم دابا. ودا قلت ان الناس بقاو في ديوركم وما تخرجوش، غادي يبقاو في ديورهم وما غادي يخرجوش. كي بغيتي يبانوا لك بانهم امراض او لا حاملين الفيروس، كيفاش تعرف هما مجدود عنده في دارو؟ انا عندي واحد السيد اليوم في 3 الصباح توفى، فهمتي، كان مريض بالقلب ولكني قاسو الفيروس، بقى في دارو لانه هو كيقول لك بانه المرض اللي عنده هو غادي يكون مرض ناتج من القلب،
حتى مشى عند الطبيب ديال القلب وقالوا لا انت عندك كورونا، هذه 3 ايام الدواء السبيطار، اليوم اصبحت توفى. باش نقول لك الناس تخرجت من ديورها حتى مشات تخدم، عاد كيبانوا مشاكل ديال الشعب. اما الشعب اللي كتشد عليه في دارو وكتقول له ما تطلش من الشرجم ديال دارك باش تعرف شنو واقع داخل الدار. هذه اول. ثانيا المغرب في البدايه ما كانش عنده لي تيست باش يحلل باش يبحث على الفيروس. دابا عاد شراو 2 مليون ديال لي تيست ديال الفيروس باش يحللوا به، يبحثوا على الكشف على الفيروس بثمن مضاعف على الثمن اللي شراته في فرنسا. والاجل ديال اجل ديال الاستعمال قصير، فدابا كيخرجوا كيجلو قبل ما تسالي المده ديال الصلاحيه ديالو، كيبداو مش على جي ديرو ملي بداو كي هاد 2 ملايين ديال التحليلات الجو ديال لي زيبريف جاو. ومده الصلاحيه ديالهم محدوده، بداو كيجريو كل ما انت كدير لي تيست كل ما انت كتصيب. هذا شيء طبيعي. قبل اول ما عملت حل هو من رونو وجابوا من برا. حنا كانوا قالوا لينا هاد الحكومه وهاد الوزاره بانه اللي غادي يجيو من برا غادي نخليهم 14 يوم في شي بلاصه ونشدوا التحليلات ديالهم، واذا من بعد 14 يوم ما يوقع لهم والو غادي نخرجهم باش يمشيو للمعامل. كانوا كيكذبوا علينا من الطياره داو من المعمل بقلالشهم وبوضعيتهم الصحيه. حنا كانوا كيكذبوا علينا، حنا كانوا قالوا لينا بان حتى هذوك اللي قالوا جابوا من مليليا وغادي يخليوهم في السعوديه 3 ايام بعد خلاهم يمشيو في حالهم. باش نقولها لك باش يكون الراس كنقول انا الشعب المغربي باش يعرفها. وهادو الناس ديال مليليا ود انا كنكذب يقولوها، ولكن مازال كاين 300 واحد راه باقا ناعس تماك في المقابر ديال مليليا مع الاسف. وسبت حديت ولا حرج، كاينين الطيارات اللي كيجيو ولكن فعلا كاين دوجيات وهذا الشيء حقيقي. ما محتاجش نقول باش كنحس ملي كنسمع بان كاين تدخلات باش تطلع في الطياره وداك الشيء كلشي. دابا ملي جبتي لي تيست وعندك مده محدوده باش تستعملهم، كتستعملهم ملي كتستعملهم كتصيب. اول معمليه هي كورونا. ثانيا قضيه دابا داك الشيء ديال لي فريز وديال لي ميرتي خصك تجمعو قبل ما يخمج، هذا الوقت ديالو. واحد الفيرما صابوا شي ناس مرضين، شي 2 ولا 3، والخدامه كلهم داوهم العرايش او القصر الكبير في واحد لوطيل تماك وشدوا عليهم. وحنا شفناهم في واحد التسجيل ديال يوتيوب كيضحكوا كيصاوبوا اتاي العيالات كيغنيو حاسين براسهم وما حاملين الفيروس، ربما يكونوا حاملين الفيروس تما، ربما يكونوا تما اسيمبتوماتيك. كيقولوا قالوا لنا حنا قالوا لنا غنبقاو هنايا، ما كيجي عندنا الطبيب ما كيشوفنا حد، وقال لك غير نتوما العائله ما تجيش باش ما نلصقوش فيها المرض، ولكن حنا ماشي مرض، معنا راه هما حاملين الفيروس ولكن ماشي مرض. وكخص 14 يوم باش الفيروس يموت في الداس ديال الانسان باش تكون الامور واضحه، لان الفيروس كملي كيمرضك كيخرج وكينتشر كيمشي كيف راح كيولد وكيبدا يتنشر. وإذا لا كيكون فيروس مشغول باش يعيش والداس ديالك كتقتلو. فما نعرفش شنو يوقع. طبيعي ملي كنا مجدودين في ديورنا حتى حد ما كان كيعرف شنو كاين في الزنقة. دابا اللي خرجنا بحقيقتنا. وشنو هي الحقيقة؟ أن هذا الشيء ديال الحرس الصحي ما عنده حتى شي قيمة. هذا أسلوب فيودالي قرون الوسطى، لان الراجل كتشد عليه في البيت ديالو في دارو مجدود عليه ميت ولا حي ولا مريض، ما حتى حد ما سايق الخبر ما يمكن لك تخرج الزنقه. كيقولوا لهم كاع شدوا الشراجم راه الفيروس كيطير باش غادي نبلغ الخبر ديال شنو واقع في وسط الديور، واذا الديور مجدود عليهم الناس مجدود عليهم تيخرجوا للزنقه. شيء طبيعي في العالم كله وقعت هكا.
العالم كله وقعت هكا. اذا كانوا الناس كيتحركوا فهمتي راه كان غادي يبانوا من بكري. المشكله انه هذه 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 من الامور اللي كتخرج ل مراكز عنيفه ديال 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 المرضى بالفيروس. بؤر هذه كتخرج بؤر لان ملي كتحرك ما كتبقاش بؤره كتحرك وكاين اي واحد يمكن له يشوفك ويعاودي يسير يشوف الطبيب شي حد غادي يسمعك كتسول واحد كيف يقول لك اودي خصك تتعالج حتى كتسول ما كيشوفك حد كيشوفك حد تعاود شفت مرتك كتقول لك واه شربتي الماء كنت ملي كنتي كتشرب الماء عطش عطش شربتي الماء كنتي كتخمم شي حاجه وزقت لك الماء هذا كتعرف كيفاش كنديرو واخا تكون انت مريض في السخانه كيقول لك ايوا انا قلت لك ما تطللش في الزنقه وضربك الريح وجلس ترتاح ما عندك والو وراه مريض مسكين هذا علاش المرض غادي يبان من بعد ما نخرجوا من الحرج الصحي ماشي اثناء الحرج الصحي او قبل الحرج الصحي نكونوا واعيين بهذا الكلام هذا وبلي كنديرو انا كنت كنظن بان المغرب راه صيفط شي خبراء عن الصين ومشاو نواهم وحللو ودواو مع الناس ديال الصين باش يعلموهم يعلموهم شنو يديروا وكيفاش شافوا شنو الملامح لا ما حنا شدينا البلاد واللي بقى برا بقى برا مو في الزنقه ولا انتحر واللي بقى مداخل بقى مداخل اللي كيخصو يمشي يخدم قلنا له كاع ما تخدم اللي مرتو كتولد في الخارج ولا خدام خدامة في الخارج وغارجة غارجة يجيب شي سخرة نعائد وراجع قبل مرا بلا بلا خدمة بلا والو ما نعرف هذا أسلوب هذا ودا انتم كتعتبروا هدية على مطل الخير وهدية جدية وكخصة تسير البلاد فالأغلبية هي الأغلبية أنا خليوني مع الأقلية أنا كنقول لكم هذا ماشي أسلوب وباقي نقول لكم هذا ماشي أسلوب ديال العمل الأسلوب ديال العمل كيفاش كتحارب المرض اش كدير يوميا لمحاربة المرض شحال من واحد كتدخل المستشفى وشحال من واحد كتعالج وكيفاش كتعالجهم واش كتبحث على الكيفية ديال العلاج ديالهم واش كدير شي محاولات ديال العلاج هذا هو النقاش اللي خصو يكون ما عرفت اذا انا ماشي عن الصواب فانا ماشي عن الصواب من بعد من حقي نغلط شابه غير اخلاقية لا هاد الشيء حسابات سياسية لا 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 غير تا ما كانش تا ما كانوش وزراء ديال بي جي دي عمرنا ما كنا نسوقوا الخبر وانا ملي كتكون شي خلفية سياسية ما كنزهقش باش نمشي معاهم تكون الامور واضحة دابا حنا ماشي في كندا انا نحكي لك واحد القضية عشتها انا في اوتاوا في كندا في وسط البرلمان ديال كندا عشتها شخصيا واحد الوزير وقع في بلاصه الزوج ديال واحد السيده الاذن باش يوقفوا لها الحمل لان كخص الاذن ديال الزوج وقع هو كاين يكون سيبتو يمكن يكون خطو سبب ظالم كاين يكون الزوج كان مسافر وقع سميت هذا تم الاذن باش دير العمليه تعرفت انا كنت في البرلمان وناد الوزير وقال انا كنعتذر للشعب الكندي وانا كنقدم استقالتي وغادي نمشي في حالي وخرج امام عينيا خشفنا خرج تك 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 خد الباب ومشى بحالو ناد رئيس الحكومه وقال لهم اليوم فقدنا اهم عنصر عندنا في الحكومه من البارح في الليل وانا كنرغبو ما يقدمش استقالته ولكن شنو كان الجواب ديالو انا عارف ضميري مرتاح ولكني ودبررت انني زورت توقيع ماشي خاطر اليوم خاطر ان غدا ملي شي واحد غادي يدير شي فضيحه غادي يفكركم بان في السنه فلان فلانيه فلان فلاني زورت توقيع وصفقتو له ورغبتو يبقى وزير فملي انا كنخطا كوزير انا كنفرض على نفسي في الاستقلاليه هادو الناس عندهم استقلال ذاتي استقلال على نفوسهم كيتغلبوا على نفوسهم
ملي انا غلطت وزورت التوقع، لان التوقع ماشي ديال مولا، انا اللي وقعت بلا التوقع. كان خصني نعطي المثال ونمشي في حالي، حتى شي واحد ما يوقع شي مارشي او شي شك او شي التزام خد. وثانيا خصني ما نعطيش المثال ديال 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 الاباحيه ديال 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 الخطا ديال الخطا الغير معاقب عليه. انا خطات وبقى عندي حاله وحده ما ندير في كندا، لان سياسيا ساليت هكا كنعقل. وانا نعطي المثال ان خصني نمشي في حالي مثال الاخرين. عباد الله هذا عشته. لو كنت في كندا وإذا هادشي اللي كيقولوا صح، أنا ما عادش الصح الصح من الكذب فيما يوراش. ها؟ أنا ما عارف واش كذبوا أو لا صحوا أو لا سكتوا أو لا ما عطاوهمش ما عطاوش أهمية أن الواقعة هادي. المهم أنا ما عنديش الملف باش يمكن نجاوب يه أو لا لا. غير كنقول لك لو كنت في كندا كان يقدموا استقالته. حنا في المغرب كتظلم الانسان وكتدعي مال الحبس وكتكرفسو على تصنيفتو وعلى حياتهم وما كيوقع لك والو وكتفتخر. حنا الدوله كنكتبوا البلاغات كلها بشحال من واحد حصلناه خارج في الليل او ما محترمش الحرس الصحي وديرناه وقفناه وصيفطناه للحبس بافتخار. كيديروا لنا بلاغات ديال الاعتقالات. هذا غير اللي كيشير بالحجر اللي يقدر يديرها. المنتخبين ما غادي يفيدوش البلاد فشي حاجه، معلاش غتصوتوا عليهم؟ حيدوهم. علاش دابا كتصوتوا على عباد الله باش نضحكوا على شي حد ولا باش نلعبوا معاهم بيربلو ولا باش نلعبوا معاهم سنتر؟ ما عرفتي دابا هادو منتخبين وصالحين شي حاجه ولا ما صالحينش؟ واذا ما صالحينش حيد كاع الانتخاب. هذا علاش غتخلي الانتخاب اذا ما صالحينش؟ واذا شي واحد كيظن بان ما صالحينش خصو ينضى باش ما يبقاوش. دوري ما كانش عندها من النهار الاول، من النهار اللي تعينت سويا ما عندها حتى شي دور. علاش بغيت يكون عندها الدور من بعد كورونا؟ لو كان عندها شي دور قبل كورونا نقول لك ها كورونا شنو حيدت لها من الدور. هي ما عندهاش مبدئيا اساسيا ما صلحان والو. افكار، شوف البرامج هي افكار، والافكار كيفاش كتقدمها بالمقارعات. كتضرب يما واحد هنا واحد هنا وكيبداو يدابشو طراف 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 والفكر كيطلع والضو كيبان. هادي هو التفكير، هادي هو التفكير، هادي هو التقدم. هكا هكا كنطورو. هادشي راه ما كاينش في المغرب، حنا كنكذبو على نفوسنا. كل واحد شنو بغا، كل واحد وكل واحد والتفكير ديالو. كاين اللي وكاين انا كيقول لك مرا زوينه ما طلعش للزواج، وكاين اللي كيقول لك المراه الغنيه ما طلعش للزواج، وكاين اللي كيقول لك المراه اللي كتسعى ما طلعش للزواج، وكاين اللي كيقول لك المراه الخايبه ما كطلعش للزواج. ايوا الحمد لله اللي كلنا الرجال ما كنخموش في حال هذا السيد هذا. ولكن اذا عنده شي مراه زوينه ومثقفه ومتقدمه ومطوره وشيط عليه يصيفط علينا. كان بزاف ديال الناس كيفتشوا على النوع هذا ديال العيالات باش يتزوجوا بهم. الحمد لله. فكر هذا التفكير معنى انه دابا الحضانه وما للحضانه لا بيريكولتور من علم ومن بحث ومن ثقافه باش كيعلموا الاولاد الالوان وكيشوفوا واش النظر ديالهم مزيان والسرعه ديال التفكير ديالهم. داكشي كلشي خاوي، العالم كله مو غادي باللور. حنا اللي مقدمين لانه ما عرفت الله زعما اش غادي نقول لك. ودا بغيتي انا كنظن شوف، ودا بغيتي تربي الولد على يدك ما تصيفطو لا كريش ولا المدرسه ولا الجامعه ولا الزنقه ولا التكوين ولا الخدمه. خلي حداك وطلع على يدك. حتى المرا سيرش المرا خدها ملي تخلق وربيها حتى تكبر. كل واحد كنظن نربيهم بحال الغنم، فهمتي؟ هادو الزواج انا عندي خمسه من الاولاد نبدا نجيب العيالات تما كنربيهم من صغري صغرهم وما غاديين في واحد النمط. اش غادي نقول لك؟ ملي شوف ملي التخلف كيدخل واحد المجتمع وكيصبح هو الحكمه، انتظر كل شيء، كل شيء منتظر.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.